للمزيد على كل حول توجهات أسعار العملات، معي في الاستوديو السيد وائل الحماد مدير تطوير الأعمال بآي سي أم كابيتال. أهلا وسهلا وائل، شكرا على حضورك معنا. تصريحات ترامب، هل نفهمها بأنها نهاية للعصر اللي كان معروف بالسترونج دولار بوليسي، يعني التوجه الإدارة الأمريكية بأنه يكون الدولار قويا، هل انتهت هذه الحقبة برأيك؟ حقيقة يعني من الصعب الآن يعني التنبؤ بهل الحقبة هي انتهت ولا لا، لأنه من الواضح أنه ترامب أشعل فتيل حرب عملات الآن بهالتصريحات الأخيرة اللي شفناها، اللي توجه فيها لاتهام ألمانيا بأنها تقوم باستغلال ضعف اليورو في يعني التجارة الدولية، وأيضا شركات الأدوية أيضا وجه لها كلام بأنها يعني عم تتخذ من الأسواق العالمية مراكز لها باستغلال لضعف هذه العملات لاستهداف الأسواق الأمريكية. هلا من الواضح انه في تضارب في سياسات ترامب وصعوبه في قراءه النهج اذا كان تطبيق هذه السياسات، وخاصه الجانب الاقتصادي نحن عم نحكي فيها، يعني الحمائيه اللي عم ينادي فيها ترامب من نظريا ممكن انه تكون تقود لدولار قوي نظريا، لانه نحن لما بدنا نزيد ندفع الصادرات مقابل الواردات، اذا نظرنا الى ميزان المدفوعات يعني نحن عم نزيد الطلب على الدولار وتخفيض العرض عنه عفوا. فهي المعادلة تقود إلى دولار قوي، ولكن هذا من الناحية النظرية، لأن هناك بعض الدول سوف تقوم بسياسات مماثلة وحمائية أيضا، فرح يكون هناك ضرر للصادرات أو هاي الشركات اللي السيد ترامب يدعوها للدخول إلى أمريكا يمكن لا تجد أسواق لمنتجاتها في المستقبل. كما انه الحرب الكلاميه يعني مش سهله، عندما يعني يقول تماماً انه الدول الاخرى عم تعمل تخفيض لقيمه عملاتها متعمده، تخفيض متعمد، فاذا هذا حرب كلام، يعني حرب كلام وتلاعب بالكلمات، يعني ظنا انه هل السياسه الاقتصاديه ممكن تتوجه بهالطريق، يعني سياسه زيرو سام جيم، انه الرابح من انا اكون رابح الطرف الثاني خاسر، ايوه، فهي السياسة ممكن اقتصاديا لا يعني لا تكون مجدية، لأن هناك فرق، هناك تكتلات أخرى ممكن تواجه هذا الشيء، والاقتصاد مفتوح، صار نحن باقتصاد عالمي بتسوده التعاملات التجارية، وربما البدء بالسياسات الحمائية والتحدث عنها بهالطريقة هي ممكن تؤدي إلى تذبذب و نشوف تقلب بأسعار العملات بالفترة المقبلة، وبانتظار سوري عفوا بانتظار يمكن 21 فبراير في عندك اللي هو State of the Union Address اللي هو الخطاب اللي بوجهه بعادة للكونغرس، وبيجي بآخر شهر آخر الشهر الأول من السنة الأولى، ولكن هلا بما انه في سنه تنصيب هو بيجي ب 21 فبراير، ممكن يكون عنده متسع من الوقت للحديث عن السياسه الماليه والتحفيزيه. طبعا السياسه الماليه والتحفيزيه ايضا تدعو الى دولار قوي، نحن بنعرف ورفع اسعار الفائده. اذا تحدث عن ما وعد عنه بالحمله الانتخابيه اللي هو انفاق على البنى التحتيه، وهو سوفار عم بيطبق اللي وعد فيه بالحمله الانتخابيه، ولكن رغم الجميع كان يتوقع انه ما يطبقه. صحيح، هو عم يرسل اشارات واضحه للاسواق انه انا جدي، وللفدرالي وللحكومه ولا الكونغرس انه انا مقدم على كامل البرنامج، ولكن اختار الاولويات ممكن لانه القرارات التنفيذية أسهل بالنسبة له من تمرير القرارات التي تحتاج إلى موافقة الكونغرس. تحتاج إلى موافقة الكونغرس. طيب اليوم عندنا الفيدرالي، اجتماع الفيدرالي، يعني دونالد ترامب منذ تنصيبه هو سرق الأضواء، فبالتالي حتى اجتماع الفيدرالي اليوم لا أحد يعيره أي اهتمام. هل تعتقد أن الفيدرالي لن يتحرك الآن قبل أن تتضح أكثر سياسات الإدارة الجديدة؟ طبيعي، يعني الآن سحابة عدم اليقين اللي تحدثت عنها جانيت يلين في الاجتماع الأخير الآن أصبحت يمكن غمامة exponentially. فمن الحكمة الآن الانتظار. نعم. جميع البنوك المركزية، لا يعني نحن ما عم نخص الفدرالي فقط. هناك اجتماع البنك المركزي الياباني، اجتماع المركزي البريطاني، كل التوجهات متجهة إلى أكبر اقتصاد في العالم، وخصوصا إلى رئيس أكبر اقتصاد في العالم. نعم. كيف حيكون التوجه وشو الخطة الحقيقية، لأنه هذا الكلام لسه يعني بيجيب بيؤدي الى تذبذب اكثر من او تقلب في الاسواق. طيب عندنا دقيقه، ما هي المستويات التي تتوقعها لليورو والجنيه الاسترليني؟
حقيقة اليورو والجنيه الاسترليني الآن على ما يبدو أنه خرج من القناة الهابطة ومستمر بالارتفاع، وخاصة مثل ما خبرتك مبارح حتى بالساعة 6:30 بتوقيت مكة المكرمة لما الرئيس ترامب وجه للحكومة الألمانية وجه أنه هي انتقاد، شفنا ارتفاع في اليورو مقابل الدولار، وأي ارتفاع هنا لليورو مقابل الدولار بنشوف بيأثر بالنسبة لليورو، بيأثر على سلة العملات مقابل اليورو، اليورو مقابل سلة العملات، لأنه تثقيل اليورو في هذه السلة هو 57.6%. نعم للأسف انتهى وقتنا، شكرا جزيلا لك سيد وائل حماد مدير تطوير الأعمال بـ ICM Capital.